السلام عليكم، معكم اخوكم عبد الرحمن. اليوم عندنا لعبه فورتنايت. اللعبه سهله وبسيطه جدا، بشرحها على سريع حق اللي ما يعرف. باختصار، انا ضد 99 شخص في جزيره واحده والبقاء للاقوى، فلازم ادخل الجزيره واستعمل كل الاساليب الممكنه بس عشان افوز، سواء بلعب طريقه هجوميه وبحاول اقتل الكل، سواء بلعب طريقه دفاعيه وبختبي عن الكل. وبدينا الجيم واحنا كلنا في الباص، ناس ما تشوفون هاي الاشخاص قاعد ينزلون من الحين. انا بنزل في هاي الجزيره ريتيرو او هاي المنطقه بالاحرى، احاول اوصل لها بدون ما احد يوصل قبله يذبحني. والله ما في احد وياي على الجزيره او المنطقه اللي انا فيها. حلو حلو، ما قاعد اشوف احد حواليني. اوه اكمل، شخص 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 رايح هناك. انا خلي اروح البيت، بنزل من هني، ما بروح من فوق عشان ما يبين لهم ان في احد في المكان. حلو، سلاح سلاح سلاح، شاتجن. حلو، علي يعني من قريب اسمع ان في كنز من هني. حلو 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 حلو، سلاح سلاح ثاني بعد، سكر بيبان عشان لو دخلوا ما يعرفون ان في احد مر من هني. حلو 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 حلو، حصلنا درع. اول اشربه من الحين، يلا هاي اللي بشربه حين بيعطيني درع. الناس ما تشوفون صفر وبيزيد لي 25%. حلوين حلوين حلوين، رصاص كأنه في سلاح. اي في سلاح ثاني، احب هالشرقان اكثر. اسمع حواليني، اسمع بس لازم اثبت مكاني عشان ما يسمعني في نفس الوقت. قاعد يركض قاعد يركض، دخل دخل، شافني. يا رب لا يا رب لا، اول ما يطلع بروح عليه وبصير هيد شوت. حلو اخر طقه، حلو بدون ما يطقني اي طقه. لا فاشل فاشل الصراحة، فاشل ما طقني ولا طق. الام عنده شيء خايس. درع ممتاز، نزيد الدرع عندنا الى 75. ممتاز ممتاز ممتاز، عشان لو دشينا في مواجهة ثانية احنا نكون عندنا الافضلية بما ان عندنا درع. المفروض اروح على راحتي في البيوت. شاتجن بنفسجي، ممتاز ممتاز. اتوقع الحين بحتاج اسلحة بس تطلق من بعيد بسهولة، مثلا لو حصلت سنايبر او شيء تكون شيء ممتاز. قاعد اسمعهم بالصوت، اهم شيء تلبس سماعات في اللعبة، سماعات جدا جدا مهمة نفس ما قلت لكم. يلا نفتحها. حلو، سنايبر نفس ما قلت ابي. انا قاعد احاول اتكلم في المايك مع اني اعرف ان صوتي بيكون نزيل نوعا ما بسبب اني قاعد اتكلم بالعدالة وانا حاط سماعات فما اسمع. المهم باقي 19 شخص. صح قاعد العب بنظام الخوافين بس يبقى تكتيك عشان تنجو يعني. حلو حلو، نشوف الدائرة وين تصغر. يا رب مكان قريب عندي. لا لازم اروح لها الحين، لازم اروح حق الدائره بذي الاتجاه. يعني كلش ما عندي مشكله الصراحه افوز بدون ما اقتل ولا احد، ما عندي اي مشكله، لان الفكره مو ايش قد ناس قتلت، يعني عادي تقتل 98 شخص ويجي الشخص الاخير يذبحك ويفوز. حاليا عندنا 6 باقيين. واحد قاعد يركض يمي، احد قاعد يركض يمي. ذبحته 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 ذبحته، غبي طلع برا وما شافني. هاي اهم شيء ما شافني. اوف والله اقول لكم التكتيك خرافي. اوكي احس بيطلع بعد شوي. اي كهو كهو، بيطلع بيطلع. اطلع واللي خليك اطلع. اي 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 اطلع 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 اطلع، خل راسك هاللون. حلو حلو، لا خربت عليه الزرعه. صيده، سموني حمال سنايبر، سموني حمال سنايبر. اوف يا زعمي طلع على خفيف بعد. ها حبيبي لا تحاتي لا تحاتي، ابغى اروح اشوف اغراضه بس احس في احد كان يطالع بعد، فجدا مريب الشيء. ما احد يطلق من ورا. حلو 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 حلو، صبناه. باقي 3 اشخاص بس، باقي 3 اشخاص بس. اسلحتي رهيبه والله، اسلحتي رهيبه، بروح اخذها بس اخاف منهم. اسمع اصوات. اوف اشوف شخص هنا، نحاول اصيده. يروح فوق. حلو قولي خليك نخش هنا. اوه سته سته، اقول لك بيسموني حمار سنايبر. الحين على هالهياط بموت، الحين على هالهياط بموت. لا 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 لا، والله حسيت في احد وراي، حسيت في احد وراي، حرام والله. عورت اللي فوق هناك بعد، كان قريب يموت. حرام حرام حرام، طلعت الثالث قاعد ياخذ اسلحتي. ابغى اشوف مين يفوز. المفروض انت تفوز، المفروض انت تفوز،
لان انا خلاص عورت اللي فوق وجري بيموت. هارلك 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 لا غير السنايبر بذبحك 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 بذبحك. اطلق علي اي اطلق علي اطلق علي. حلو 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 حلو. يلا يلا اوت اربعة. لا غير سلاحك خلاص. فوز اللي ذبحني فوز. والله اخر اثنين اغبياء للامانه اغبياء بس انا اغبى لان انا مت. المهم يا جماعه هني وصلنا حق نهايه الحلقه. هاي كان جيم بروحي باذن الله بيكون في جيم ويا حمود لان حمود تاخر. اتمنى عجبكم المقطع واتمنى ما تقصروا معي بزر اللايك سبسكرايب ونشوفكم حلقه ثانيه.